السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد، هنتعرف فيه على حاجة جديدة سهلة جدا. هو اسمه الشدة. يعني ايه شدة؟ يعني الحرف ده موجود في الكلمة مرتين، بنطقه وانا بقرأ الكلمة مرتين، ولكن بيتكتب مرة واحدة بس وبحط فوقيه الشدة، وبيكون الحرف ده اسمه الحرف المشدد. طيب الشدة دي شكلها عامل ازاي؟ شبه سنون السين الصغنونة بالظبط، بتكون شكلها كده. طيب تعالوا ناخد مثال كلمة أمي. هنلاحظ هنا ان حرف الميم انا نطقته كام مرة؟ مرتين. الاول كنا بنكتب كلمة أمي كده، اتنين ميم جنب بعض، لقينا ليه نكتب حرفين جنب بعض شبه بعض متكررين؟ فدمجناهم مع بعض وخليناهم حرف واحد وحطينا عليه الشدة، ومعناها ان جواها حرف تاني مستخبي. دايما دايما الحرف المستخبي ده بيكون حرف عليه سكون ساكن، والحرف التاني اللي ظاهر قدامي بياخد حركة الشدة. يعني ايه حركة الشدة؟ الحركة اللي جاية مع الشدة سواء كانت فتحة او كسرة او ضمة او تنوين. يعني ايه؟ تعالوا ناخد مثال كلمة رمان. هنلاحظ ان حرف المشدد هنا مين؟ الميم. لما نيجي نفك الشدة دي لازم نطلع الحرف المستخبي ده. الحرف المستخبي الميم الاولانية دايما 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 تبقى عليها سكون، والميم التانية بتكون عليها الحركة اللي جاية مع الشدة. الحركة اللي جاية مع الشدة هنا مين؟ فتحة. يبقى ميم التانية عليها فتحة. المثال التاني معلم. حرف اللام لما اجي افكه اول لام دايما دايما عليها ايه؟ سكون، واللام التانية هتاخد الحركة اللي جاية مع الشدة اللي هي هنا ايه؟ الكسرة. رقم تلاتة مقص. هنفك حرف الصاد عشان هو عليه الشدة، اول صاد دايما عليها سكون والصاد التانية عليها تنوين. رقم اربعة احبه. هنفك الباء هنا، هتبقى عليها اول باء سكون والباء التانية عليها ضمة. تعالوا ناخد مثال تاني بيقول لي حدد الحرف المشدد. يعني الحرف اللي عليه شدة. رقم واحد جدي. مين الحرف اللي عليه شدة؟ احسنتم، الدال. رقم اتنين بطيخ. مين الحرف اللي عليه شدة؟ احسنتم، الطاء. رقم تلاتة جنة. مين الحرف اللي عليه شدة؟ النون، عشان انا نطقته مرتين. السؤال التاني بيقول لي بين نوع الشدة. واتفقنا يعني ايه نوع الشدة؟ يعني الحركة اللي جاية مع الشدة. رقم واحد الشمس. نوع الشدة هنا ايه؟ ممتازين، فتحة. رقم اتنين التين. نوع الشدة هنا ايه؟ ممتازين، كسرة. رقم تلاتة دب. نوع الشدة هنا ايه؟ تنوين، ممتازين. بكده نكون خلصنا درس الشدة، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. شكرا ليكم.